أنت كنت مرافق وممن عملوا مع زاهر شرقاط، لو تتحدث لنا عن أهم الصفات بالشيخ زاهر وعن ذكرى معينة لك معه. ربما من أهم الصفات التي يجب أن يركز عليها المرء في الشيخ زاهر هي فكرة الصلابة والثبات على الرأي والمنهج. الشيخ زاهر تعرض لعدة محاولات اغتيال، ومع ذلك هو ثبت على منهجه وثبت وبقي يحارب هذا الفكر الظلامي. برنامجه تنظيم الدولة بلسان القادة كان هذا تحديا لكل عنصر في تنظيم الدولة، وكان يعرف وكانت تأتيه التهديدات تباعا، سواء من طلابه القدامى الذين درسهم في شرعية تركمان بارح كما يعرف الجميع أنه كان مدرسا فيها، أو ممن عملوا معه في برامج سابقة ممن ذهبوا وانضموا إلى تنظيم داعش. زاهر شرقاط هو صوت من أصوات الحقيقة. الإعلاميون يتعرضون دائما لمخاطر كثيرة لأنهم عادة يقولون أشياء لا يجرؤ غيرهم على التصريح بها، لذلك أعتقد أن زاهر شرقاط أزعج الكثيرين وفضح الكثيرين وكشف جوانب مهمة من الثورة جعلتهم يتعقبونه ويحاولون اغتياله. اسمي الأستاذ زاهر، كان عنده عدة برامج تقدم على قناة حلب اليوم، من أحد البرامج القيمة طبعا برنامج تنظيم الدولة بلسان القادة، كان برنامج رائع جدا، سلط ضوء بشكل واضح جدا على أعمال التنظيم. زاهر شرقاط تحديدا ربما أوجعهم كثيرا وآذاهم كثيرا. البرنامج الذي عمل عليه وهو تنظيم الدولة بلسان القادة، أحمد الله سبحانه وتعالى أن شرفني بأن كنت مرافق له في هذا البرنامج وأن كنت ممن عمل معه على هذا البرنامج. هذا البرنامج ربما أوجعهم جدا، لأنه كان هناك تأصيلات شرعية، تأصيلات عملية من قبل شرعيين، من قبل عسكريين، من قبل قادة لهذا التنظيم، وفضح لعمالته وفضح للمنهج المعوج الذي انتهجه في سيره وفي سلوكه. طبعا أعمال الأستاذ زاهر وبرامجه كانت جدا مميزة، مثل ما قلنا جريئة جدا، يعني كان دائما يتواجد على الخطوط الأولى للجبهات، كان دائما يحاول يشوف مشاكل الثوار، يسألهم، ياخذ رأيهم بالأمور، وهذا يعني أمر نادرا ما حدث. يعني أغلب البرامج نحن بنعرفها هي برامج إما من الشارع بعيدا عن المجاهدين، أو إما هي بتكون من مكاتب أو استديوهات ما. فهذا الأمر الأستاذ زاهر تميز فيه جدا، هو إنه كانت برامجه من الخطوط الأولى، حاول يصل للمجاهد، يعرف المجاهد بإيش أفكر ويعرف رأيه في بعض الأمور. هي جدا كانت رسالة مميزة وأمر مميز سوى الأستاذ زاهر. أعتقد أن أهم رسالة أوصلها هي إنسانية الثورة. استطاع زاهر شرقاط أن يعمل ويقدم صوت الإعلام من داخل الخنادق ومن بين العسكريين، فأوضح الجانب الإنساني في عسكرة الثورة، أوضح أن ثورتنا ليست إرهابا كما يدعي بعض الناس، وليست ثورة جياع، وإنما هي ثورة حق وكرامة. للأسف الشديد دائما الإعلامي يعني هو صوت الحق، فأنا اليوم يعني أوجه رسالة من خلال هالموضوع هذا، يا أخي الإعلام هو دائما الكرت الرابح لأي عملية إذا رادوا يستغلوها صح. مجرد تم اغتيال إعلاميين، هي رسالة فاضحة لأي جهة تشتغل على الأرض، إن كانت سياسية وإن كانت عسكرية. بالنسبة لاستهداف الإعلاميين، طبعا التنظيم بيخاف من أنه يفضح أمام أنصاره، يفضح من خلال تسليط الضوء على الغلو الموجود عنده، تسليط الضوء على جرائمه، فكان الإعلاميين بالنسبة له شبح يريد التخلص منهم. تنظيم هو بالفترة الأخيرة صار مفلس، العالم كله صار يعرف جرائمه، خاصة في الداخل السوري صار منبوذ بالنسبة للقاعدة الشعبية، فكان استهداف الإعلاميين بالدرجة الأولى لحتى يغطي على جرائمه، ما يكون في حدا قادر على أنه يواجه جرائمه بالكلمة. الحقيقة أن هناك منظومة من منظومة الضلال والطغيان والتكفير بدأت ترى لنفسها أن لها كيان على الأرض وأنها ستستمر، لكن سرعان ما بدأ أركانها بالتساقط لما وجدوا أن هناك أناس يحاربونهم بالفكر، والفكر لا يحارب إلا بالفكر، فلم يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا الفكر النير،
أو أمام هذه الأطروحات، وخصوصا البرامج التي قام بها الشيخ مشكورا جعلها الله في صحائف عمله، من خلال استقطاب علماء الأمة وخصوصا من مشى في هذا المنهج من قبل، الشيخ أبو بصير وغيرهم مشوا مع أمثال هؤلاء ورأوا ضلالهم، فلما افتضح أمرهم وجدوا أن الفكر لم يعد يقابل بالفكر، ليس لهم إلا طريق الاغتيال والقتل. ماذا تعرف عن دور زاهر شرقاط في الثورة السورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشيخ زاهر شرقاط هو من تنسيقية الباب ومن أوائل الثوار الذين خرجوا ضد النظام وضد ظلمه. طبعا بعدها انتقل إلى مناطق أخرى وبدأ بالموضوع الإعلامي طبعا في مدينة حلب. طبعا الأخ الشيخ زاهر شرقاط هو وكل صوت حر راح يكون في له أعداء كتير، لأنه بيمثل بالنهاية هو الفكر الواعي، الفكر الإسلامي المعتدل اللي بيعمل على نشر العقيدة الإسلامية السليمة والمعتدلة اللي هي بتتوافق مع أصول التشريع الإسلامي بشكل عام. دائما ما يكون أصحاب الفكر الظلامي والمعوج اللي هن هلا حاليا متمثلين بداعش يحاولون إسكات الكلمة بالرصاصة، دائما لا يستطيعون إيجاد الحجة المناسبة لإسكات أصحاب العلم وأصحاب الدين، لأنهم أساسا لا يملكون هذا العلم وهذا الدين، فيحاولون إسكات صاحب الكلمة بالرصاصة. هذا ما فعلوه مع زاهر شرقاط، مع قبله أيضا بمحاولة اغتيال الدكتور إبراهيم سلقيني، مع قبله أيضا مع العديد من أهل العلم وكذا، من تهديدات، من محاولة اغتيال.